التبخير هي عملية إخراج وتطاير هذه الزيوت العطرية اللي موجودة في الكثير من الأعشاب والبذور والزيوت، تطايرها في الجو لعمل روائح عطرية. الروائح العطرية هي الزيوت العطرية اللي خارجة من هذه الزيوت العلاجية. هذا المبدأ في التبخير لعملية وضع هذه الزيوت ووضع مصدر حراري بسيط، انه فقط يعمل عملية تطاير مع الحرارة لهذه الزيوت الخفيفة. هذه الزيوت طبعا انواعها مختلفة وطريقة تصنيعها كمان مختلفة، يعني ممكن تصنعه بطريقة بسيطة بعض الزيوت العطرية مع شمع النحل وتعملوه زي شيء اللي نقدر نحطه على الجهازات بشكل ساخن ويذوب شوي شوي ويصير يعطي الروائح هذه. طبعا المكونات في هاي الحالة بسيطة، يعني هذا شمع عسل بتضيفوا له روائح حسب حالتكم. أنا عندي حساسية تنفسية وضيق في التنفس، في هاي الحالة بضيف الأعشاب والزيوت العطرية اللي كويسة لتفتيح الجيوب الأنفية، ألا وهي ممكن أضيف لبان الذكر كزيوت عطرية 3 قطرات على شمع العسل، أضيف الزعتر ك3 قطرات من زيت الزعتر على شمع العسل، أضيف النعناع زيت النعناع المقطر 3 قطرات على زيت على الشمع هذا. وهي هيك عملت خلطات طبيعية. ممكن أضيف القرنفل، ممكن أضيف لبان الذكر، أضيف الروزماري، إكليل الجبل، الخزامة، أي زيوت عطرية وهي كتيرة بتعمل على الاسترخاء وتفتيح الجيوب الأنفية وعملية تخفيف حدة الحساسية وإراحة في النفس. وهذه أفضل طريقة وأأمن طريقة لتريح النفس عند سواء عند الأطفال أو عند الكبار. يعني بتظل هذه الطريقة أفضل من طريقة البخور العادي اللي هو بيخرج مع الزيوت العطرية هذه كمان مواد ضارة من مواد الحرق وثاني أكسيد الكربون. فهيك إحنا بنعطر بنرطب الجو بهذه الزيوت العطرية. هذا جهاز كهربائي بتحطوه عند الكمبيوتر طبعا وبتضيفوا نفس المبدأ الزيوت العطرية وبصير يعطي البخار وانتو قاعدين والروائح الحلوة هذه اللي ممكن تفتح دماغكم وتخليكم تشعروا في الانتعاش وتخفف حدة الاكتئاب وتساعد على التركيز وتساعد على الحفظ هذه الروائح. ونصيحتي طبعا الخل من افضل الامور، ممكن تحطها في المي بالطريقة هذه، يعني ممكن تحطوا خل وتستنشقوا هذه روائح الخل اللي هي تعمل على قتل البكتيريا، قاتل بكتيري قوي مضاد للحساسية. رائحة الخل يعني الحساسية الموسمية والإنفلونزا وهي المشاكل التنفسية هلا اللي حاصلة بدها خل، سواء عن طريق الاستنشاق أو عن طريق إنه نحطه مع الطعام أو مع الشربات. إذن الشغلة حتريح كتير وساعدت ناس كتير، بس المطلوب إنه نتعرف شوية على دور هذه الزيوت العطرية وشو اللي بيصلح ل نوعيات التبخير المختلفة حسب الحالة. وهذه شغلة الحمد لله على تعرفتوا على كل فوائد هذه الزيوت العطرية والأعشاب وكيف نستغلها. هلا أجى الوقت إن نبلش تطبيق عملي. صناعة هيك شغلات بسيطة جدا بيتية. حنكون معكم قريبا في لقاء من المختبر لطريقة التصنيع. للمعنيين أهلا وسهلا بعد نص ساعة. سلامات. تحياتي لكم أستاذ محمود جميل عبد الله السوس، ماخذ على عاتقي تعليمكم كل الأمور والعلاجات البيتية اللي ممكن تستفيدوا منها وتخففوا من الأعراض اللي بتعانوا منها. تحياتي لكم.